سؤال: ما رأيكم بثلاث طلقات دفعة واحدة؟ يعني قال أنت طالق ثلاثا، أو قال في مجلس واحد أنت طالق أنت طالق أنت طالق. اختلف أهل العلم في الطلاق الثلاث دفعة واحدة، هل يقع واحدة أم يقع ثلاثا؟ موضع خلاف بين أهل العلم والظاهر أنه لا يقع به إلا طلقة واحدة، هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكثير من أهل العلم، ومن أدلتهم على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر الطلاق الثلاث واحدة. فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا أمرا قد كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. إذن كان الأصل أنه يحتسب واحدة في زمن النبوة وفي زمن أبي بكر وصدر من خلافة عمر، وهو اختيار مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا أيضا، فقد جاء في وثيقة المجمع المادة 133: الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة أو كتابة لا يقع به إلا طلقة واحدة. والله تعالى أعلى وأعلم.